تم التوقيع بالفعل على عدد من الاتفاقيات والمشروعات التي تساهم في استراتيجية كبيرة واستراتيجية ممتدة ومستدامة لمصر، استراتيجية مصر الوطنية لتغير المناخ والمشروعات الخضراء. إذن مشاهدينا، على هامش طبعا كوب 27 التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع رجال الأعمال والسياسي الأمريكي البارز مايكل بلومبرج، وذلك على هامش مؤتمر المناخ بشرم الشيخ. تم خلال اللقاء مناقشة مقترح عقد مؤتمر ترويج للفرص الاستثمارية في مصر في إبريل أو مايو من العام القادم 2023، مع الاستفادة من خبرات مؤسسة بلومبرج في الترويج للحدث واستقطاب كبريات الشركات العالمية لحضور المؤتمر المزمع عقده. من جانبه أيضا، أشاد مايكل بلومبرج بتنظيم مصر لمؤتمر المناخ مثنيا على البنية التحتية والسياحية لمدينة شرم الشيخ.